أحرزنا تقدما كبيرا، 2 مليون شخص تلقوا اللقاح، 310 مليون أمريكي ملقح اليوم، 6 مليون وظيفة جديدة، وظائف أكثر في عام واحد عن أي عام سبق، البطالة انخفضت ب 3.9%، والفقر قد انخفض ب 40%، وهذا أكبر انخفاض في تاريخ الولايات المتحدة. كما ان هناك زياده كبيره وهذه هذا البلد ولاول مره قد استطاع زياده الرواتب والاجور ب 40%، اذا زياده الدخل غير مسبوقه، زياده ب 40%، كما اننا قللنا اقساط التامين الصحي لملايين من الامريكيين وتفاجأت بما كان يتم من أمور غير قانونية من 2 ل ألاف دولار من المستشفيات كانت تدفع وكلف هائلة كانت تدفع وانتهى ذلك أصبح ذلك غير قانونيا خطة إنقاذ الأمريكيين ورأينا وظائف رأينا تعاف اقتصادي ونمو اقتصادي والآن نحن على وشك الدخول في استثمار تاريخي سيجعل الولايات المتحدة أفضل بنية تحتية في العالم سوف نقوم بخلق وظائف افضل ونقوم بتحديث شوارعنا وطرقاتنا وجسورنا ومطاراتنا كل شيء مياه نظيفه انابيب نقل المياه نظيفه من الممكن لاي امريكي ان يفتح صنبور المياه ويشرب المياه النقيه كما اننا سنوفر التقنيات المواصلات وشبكه مواصلات سريعه وهذا التقدم غير مسبوق ولكن مع كل هذا التقدم هناك الكثير من الاحباط والانهاك في هذا البلد اعرف السبب السبب هو جائحه كوفيد 19 التي تتحدانا الان وكانها عدو جديد ولكن هو سبب للقلق ولكنه ليس سببا للهلع والذعر نحن نقوم بقصارى جهدنا نتعلم ونتكيف باسرع وتيره ممكنه لنستعد ونتجهز للمستقبل بعد عامين من الانهاك النفسي والصحي بسبب هذا الوباء وهذه الجائحه كثر تحملوا اكثر مما يسعهم ووصلنا الى مرحله جديده الان اصبحت لدينا الادوات واللقاحات والجرعات المعارفه المعززة والفحوصات والحبوب التي تخفف من الأعراض نستطيع الآن إنقاذ الأرواح 75% ممن تلقوا جرعات اللقاح كاملة وفي الصيف الماضي لم يكن لدينا أي شخص ملقح والآن انخفض العدد من 90 مليون شخص غير ملقح الى 35 شخصا غير ملقحين، وكل اسبوع تزيد عدد اللقاحات المقدمه. اللقاحات ناجعه بالفعل، لذلك احثكم جميعا على تلقي اللقاح وتلقي الجرعات المعززه. نحن ايضا نرفع من وتيره الفحوصات، هل كان من الواجب رفع وتيره الفحوصات من قبل؟ نعم. من صفر فحوصات الى 375 مليون فحص في الأسواق هذا الشهر فقط يمكنك شراء الفحص من الصيدلية وتحصل على ال... تسترد أموالك مليار أداة للفحص المنزلي متوافرة بالمجان covidtest.gov هو الموقع الإلكتروني الذي يمكنك من معرفة كيف تحصل على الفحص المنزلي المجاني عشرون ألف موقع للفحص المجاني متوافرا في أرجاء الولايات المتحدة كما أن هناك علاجات عديدة متوافرة في المستشفيات لم تكن متوافرة من قبل في أي مرحلة من المراحل السابقة. إذا اشترينا 14 مليون حبة من حبوب دواء فايزر، أكثر من أي دولة في العالم. بالنسبة لجائحة كوفيد-19، وصلنا إلى مرحلة جيدة لا تُقارن بالفترات الماضية. لن نعود إلى تلك المرحلة التي أغلقنا فيها المدارس. خطة إنقاذ الأمريكيين مكنتنا من توفير 130 مليار دولار من أجل إبقاء طلابنا آمنين في مدارسهم وتوفير أنظمة تهوية، التباعد الاجتماعي، نظافة الصفوف الدراسية والحافلات المدرسية، 10 مليار دولار تم توفيرها من أجل إجراء فحوصات كوفيد-19 لمن يعملون بالمدارس وفي الكثير من الولايات تم انفاق هذه الاموال بكفاءه. احث الولايات المتحده والمقاطعات والمناطق الدراسيه ان يستمروا في تطبيق الاجراءات الاحترازيه واجراءات السلامه في المدارس. كوفيد 19 لن يختفي كمرض او كوباء وانا لن استسلم ولن اقبل بالامور على ما هي عليه. البعض بدا يعتاد على ما نعيشه ولكنني انا اصرح بان الامر لم ينتهي سوف يكون هناك تحسن مزيدا ومزيدا وسنصل الى مرحله حيث لا يربك كوفيد 19 اي جانب من جوانب الحياه اسمعوني، نحن لم نصل إلى نهاية الطريق، ولكننا سنصل إلى وجهتنا. التحدي الثاني هو الأسعار. كوفيد-19 قد تأتَّى عنه الكثير من التبعات الاقتصادية، زيادة سريعة في الأسعار على الاقتصاد العالمي. في محطات البترول في محط محلات البقالة إذا علينا أن نتأكد من أن هذه الأسعار وهذا الارتفاع لن يؤثر مزيدا على الاحتياط الفيدرالي نريد توفير الوظائف ونريد الحفاظ على استقرار الأسعار الاحتياط الفيدرالي قد دعمنا بشكل غير مسبوق أثناء هذه الأزمة وقد عزز من قوة اقتصادنا وقد صرحوا بأن زيادة الأسعار أمر غير مناسب وبالتالي نحن نحتفي بذلك الدعم الذي قدموه لنا أنا أحترم استقلالية الاحتياطي الفيدرالي مجلس الاداره يتضمن اعضاء من النساء والرجال ممن هم مؤهلون ومن خلفيات متنوعه وقادرين على القيام بعملهم باكبر كفاءه هنا في البيت الابيض وبالنسبه لاصدقائي في الكونغرس افضل طريقه للتعامل مع الاسعار العاليه هو تحقيق اقتصاد اكثر انتاجيه وتوفير الخدمات والسلع للشعب الامريكي باسعار مناسبه توفير خيارات اكثر شركات صغيره ومتوسطه اكثر وايصال السلع الى الاسواق بشكل اسرع واقل كلفه سوف اقوم بالتالي اولا اصلاح الثغرات في سلسله التوريد نعرف بان كوفيد 19 قد اثر سلبا على الاقتصادات والمصانع اغلقت سفن الشحن توقفت والكثير من الامور تم ارباكها جائحه كوفيد 19 قد أوشكت على الانقضاء قبل بضعة أشهر كنا نتحدث عن مشكلات سلسلة التوريد وكيف من الممكن أن ترفع من الأسعار في فترة أعياد الميلاد والإجازات ولذلك تدخلنا وبالتالي منعنا حدوث ذلك 99% من الهدايا التي تم طلبها عبر المنصات الإلكترونية وصلت في موعدها بالرغم من مشكلات سلسلة التوريد إذا 89% من السلع متوافرة في الأسواق وطبعا هذا تحسن كبير منذ بداية الجائحة كنت أرى الأرفف وهي خالية على شاشات التلفاز إذا أصبح الوضع الآن قريبا مما كان عليه قبل الجائحة ولكن لم ننتهي بعد هناك المزيد من العمل الطرقات الجسور المطارات سكك الحديد نود أن نسرع من الاقتصاد وأن نخفض من الأسعار ثانيا سوف نتعامل مع ما المشكلات التي تواجه العائلات يوميا علينا أن نقلل من كلفة رعاية الأطفال، لأن الكثير من العائلات ممن لديهم أطفال ولديهم وظائف بدوام كامل ينفقون أربعة عشر ألف عاماً، أربعة ألف دولاراً سنوياً لرعاية الأطفال. وهذه كلفة كبيرة علينا أن نغير تماما من شكل هذه المعضلة التي سوف تحدث فرقا كبيرا 2 مليون امرأة خرجنا من سوق العمل لرعاية أطفالهن الإنسولين يكلف آلاف الدولارات شهريا سوف نخفض سعره لي سوف نخفض سعره ليصل الى 35 دولار تقريبا وسوف نقلل من كلف الطاقه ونخفض من الضرائب خاصه لمن لديهم دخل متدني خطتي تقلل من العجز في الميزانيه وتعزز من الاقتصاد من خلال ضم المزيد والمزيد من الافراد الى سوق العمل. <applause> اذا سوف نقلل من الضغط الذي تاتى عن التضخم اذا خلاصه القول ارتفاع الاسعار ليس هو ما يقلقني سوف تكون هناك خطط لتعزيز الاقتصاد والتخلص من اثار ارتفاع الاقتصاد هناك قطاعات مثل الشحن ومعالجه الاغذيه كل هذه القطاعات سيتم انعاشها الجائحه ليست السبب الوحيد الذي ادى الى هذا التضخم العقد الماضي كان هو ما ادى الى هذا التضخم. كنا نضغط على المزارعين الصغار وكنا نضغط على الشركات الصغيره واربع شركات كبيره كانت تهيمن على السوق باكمله، سوق معالجه اللحوم. يتقاضون اكثر من المستهلكين مقابل لحم البقر ولحم انواع اللحوم الاخرى، انا راس مالي ولكن الرأسمالية بدون منافسة ليست رأسمالية بل هي استغلال ولذلك قمت بالتوقيع على قرار تنفيذي لمعالجة هذه الثغرات والاستمرار في تعزيز هذه القطاعات سويا مع الكونغرس نواجه تحديات كبيرة وجسيمة في هذه الدولة اكثر مما واجهناه خلال العقود الماضية تحديات في قطاع الرعاية الصحية وتحديات اقتصادية، ولكننا بدأنا نصل إلى نهاية هذا النفق المظلم من خلال توفير الوظائف بشكل غير مسبوق نحن سيطرنا على التضخم، وقمنا أيضا بتوفير الجرعات المعززة والحبوب، وعلينا أن نضع اللمسات النهائية على العمل الذي ننوي القيام به من أجل القضاء على هذه الجائحة. لقد رأينا عزيمة الشعب الأمريكي خلال العام الماضي، ولكن أفضل الأيام آتية أفضل الأيام لم تنقضي وأفتح المجال الآن أمام الأسئلة Thank you, Mr. شكرا لك سيدي الرئيس أود أن أتحدث عن التضخم التضخم ارتفع وهناك ثغرات في التشريعات وهناك أيضا حقوق التصويت كوفيد 19 ما زال ما زال يقضي على 1500 روح من أرواح الأمريكيين يوميا هل حققت ما وعدت به في بداية عهدك لك من متفائل حسنا لا أعرف إن كنت قد حققت ما وعدت به ولكن أنا أعرف بأن هناك الكثير من الأمور التي حدثت أفضل مما كنا ننوي القيام به لقد حققنا تقدما كبيرا بالنسبة لعدد الوفيات بسبب كوفيد-19 قبل فترة كانت الاعداد ثلاثة اضعاف ما هي عليه اليوم. اذا الامور في تحسن والاوضاع في تحسن. ان استعرضنا ما تم علينا ان نعترف بان هناك تقدما هائلا. هناك أمر لم أنجح في القيام به، وهو ضم أصدقائي الجمهوريين لساحة العمل الجيد. سناتور سنونو عندما قرر عفوا يقول الرئيس بايدن المحافظ سنونو عندما قرر عدم الدخول او الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ قال انهم لا يقومون باي شيء وكانوا راضين عن هذه الوتيره استمروا في مكانهم او بقيوا في مكانهم لعامين هل سنظل بلا حراك لعامين قادمين انا لا ارغب في ذلك يقول سنونو هم راضين او هم راضون عن ذلك ولكن عدم انجاز اي شيء ليس خيارا لماذا لم نتحرك في 2017 و 2018 ثم قال كيف نتصدى للتحدي لم يمتلك ايجاب اذا انا لم اتوقع ان تكون هناك جهود جمه من اجل ضمان عدم قيام الرئيس بايدن باي شيء ما هو دور الجمهوريين؟ ما هو دورهم؟ لا أعلم. لا افهم أخبروني ما هو دورهم؟ إذا المشكلة هنا والأمر الذي علينا الذي يتوجب علي القيام به هو توضيح التالي: علي أن أوضح للشعب الأمريكي أننا مررنا بالكثير من الفترات العصيبة قمنا بالكثير من التقدم كانت هناك حملة وكنت قد كنت نائب رئيس ولكنني بعد ذلك خرجت من منصبي او تخليت عن منصبي في ذلك الوقت وكانت هناك مشكلات في نظام اوباماكير والرعاية الصحية و وقلت له الحالات المزمنه لن يتم تغطيتها من خلال الرعايه الصحيه ان طبقنا هذا النظام. شرحنا للشعب الوضع واتذكر انني قلت لرئيس اوباما في ذلك الوقت دعنا نحسن من نظام الرعايه الصحيه. هناك الكثير من الأمور، وتفاصيل ذلك القانون التشريعي غير معروفة حتى الآن، ولكن قمنا بعمل كبير في ذلك الوقت. إذاً مع زملائي في ذلك الوقت حاولت أن أشرح للشعب في وقتها ما قمنا به وما نحتاج للقيام به، وقمت بذلك أيضاً خلال العام الماضي. إحدى الأمور التي أتذكرها عندما كنت أتحدث مع جيم كلايبر الذي ساعدني كثيرا في حملتي في كارولينا الجنوبية، قال لي جيم وكان وظهر في مقطع على التلفاز خلال الايام الماضيه قال لي نريد ان نوفر كل شيء للامريكيين باسعار متاحه هذه هي الرعايه الصحيه الحقيقيه ونود تقديم خدمات التعليم باسعار متاحه للجميع نريد من ان نوفر لكل امريكي كل الخدمات وكل ما يحتاجه باسعار متاحه للجميع إذا ما هو دوركم؟ هذا seeing. هو السؤال، وما هو um, دوري أنا وإدارتي؟ ذكرت الزملاء الجمهوريين، ولكن <تصفيق> هناك <تصفيق> أولويات <تصفيق> أخرى <تصفيق> الآن. <تصفيق> بعد اشهر من المفاوضات الحزب قام بحجب بعض التشريعات اليس علينا ان نتحلى بالواقعيه وان نقلل من الاولويات حتى نحقق شيئا على ارض الواقع من المنطقي والواقعي تماما ان نقوم بما نقوم به السياسة في هذه الدولة معروفة، وأنتم تمضون وقتا طويلا في دراسة الوضع السياسي وتحليل الأمور. الشعب الأمريكي يتفق معي في العمل على وصفات الادويه وخدمات التعليم وتوفير هذه الخدمات ورعايه الاطفال ولكن علينا فقط ان نثبت ما نقوم به ودور كل فريق وان نثبت ان كل فريق يقوم بذلك الدور بالفعل احدى الامور التي علينا ان نحققها هي ان نوضح الفرق بين من يقومون بدورهم ومن يتنصلون منه لا يوجد اي شيء غير منطقي او غير واقعي انا لا اطمح الى امور في السماء او امور خياليه لا نستطيع لمسها بل امور ملموسه على ارض الواقع امور تسببت بمشكلات لسنوات طويله اذا لن تقلل من مستوى هذه الاولويات هذه الاستراتيجيه ليست ناجعه انت لم تصدر تشريعات مناسبه لا انا ه...